بياخدوا أكتر من 25 مليون جنيه في المسلسل الواحد، أعلاهم أجر كريم عبد العزيز في الحشاشين. أجور خيالية للفنانين في مسلسلات رمضان 2024. مش هتصدق الأرقام، منافسة قوية شهدها سيزون رمضان 2024 بين الفنانين والفنانات في مسلسلات رمضان، واللي اتعرض فيه أكتر من 30 مسلسل متنوع بين الـ 15 والـ 30 حلقة. وكعادة كل سنة كان عند الجمهور فضول كبير يعرف لائحة الأجور الخاصة بالفنانين السنة دي، خاصة مع الإنتاج الضخم الخاص بالمسلسلات السنة دي، وأكيد الفنانين كمان أجورهم زادت. فيترى إيه هي لائحة الأجور الخاصة بالفنانين في رمضان 2024؟ البداية كانت مع عرض عدد كبير من المسلسلات خلال سيزون رمضان 2024، لكن الأكيد إن الفنانين والفنانات بيرفضوا تماماً يعلنوا عن أجورهم خوفاً من الحسد ومن ضخامة المبالغ اللي بيتقاضوها عن العمل الواحد، خاصة لو كان نجم كبير وليه أجر عالي جداً. وبالرغم من إن مفيش لائحة محددة للأجور، لكن بيكون معروف في الوسط الفني أجر كل فنان بيكون إيه من خلال شركات الإنتاج. السنة دي كانت الغلبة للفنان كريم عبد العزيز اللي قدر يكون نمبر 1 سواء في السينما أو الدراما، ويكون الأعلى أجر في رمضان بمسلسل الحشاشين اللي قدمه ولعب فيه دور حسن الصباح، يبدأ أجره من 25 مليون جنيه، وده في حالة كان المسلسل بيتكون من 30 حلقة. وكان معاه في المنافسة الفنان أحمد السقا اللي بيكون أجره أقل حاجة بسيطة منه. فمعروف إن نجوم الصف الأول بيتقاضوا أجور عالية زي كريم عبد العزيز، السقا، أحمد مكي، ورمضان وغيرهم من النجوم اللي بيحققوا نسب مشاهدة عالية وليهم جماهيرية كبيرة. أما الفنانات فبيكونوا أقل شريحة منهم، خاصة إن البطولات النسائية ما بقتش ناجحة قوي في السنين الأخيرة، فبيبدأوا من 5 مليون جنيه لأكتر. وطبعاً بتختلف إذا كان عدد حلقات المسلسل 15 أو 30 حلقة، زي منى زكي وياسمين عبد العزيز ويسرى، هند صبري ومنى شلبي ونيلي كريم ودنيا سمير غانم. وكمان بيختلف على حسب أجر كل فنانة فيهم في السوق والنجاحات اللي حققتها السنين الأخيرة. كمان في فئة ثالثة لأجور الفنانين والفنانات، وبتبدأ من 10 مليون جنيه فأكتر، وبيكونوا من النجوم الشباب اللي ظهروا على الساحة السنين الأخيرة، وبيكونوا من الجيل الجديد زي آسر ياسين، محمد فراج، عمرو يوسف، أكرم حسني، أحمد فهمي، أحمد أمين. وكمان كل فنان فيهم بياخد 65% بس من قيمة الأجر بتاعه لو المسلسل 15 حلقة. أما لو المسلسل 10 حلقات فبتنخفض النسبة للنص وبتكون 50% بس من الأجر. أما فئة المخرجين والمؤلفين فبكلهم أجور مختلفة عن الفنانين. فمعروف إن من المخرجين الأعلى أجراً في المخرجين المخرجة كاملة أبو زكري وكمان محمد سامي، والمخرج محمد شاكر خضير وبيتر ميمي ومحمد ياسين وتامر محسن، بأجر بيبدأ من 8 مليون ل 6 مليون. أما الفئة التانية منهم فزي المخرج حسن المنياوي وأحمد سلامة وسامح عبد العزيز ومنضو العدل وعمرو سلامة وهاني خليفة، فبيكون أجرهم من 3 ل 5 مليون. فقولنا شايف أجور الفنانين في المسلسلات إزاي؟ وهل فعلا أجورهم أرقام خيالية ومبالغ فيها ولا عادي؟